السلام عليكم. بون، عيط لواحد الصديق للمستعجلات ليزورجونس، لانه تعدوا عليه شي دراري حيت شافوه في هذا الشهر الرحمه، شافوه كيشرب واحد القرعه ديال الماء. هاد السيد هذا اللي دابا تضرب، هاد الصديق عنده الداء السكري ديابيتيك من هو صغير، يعني مرض مزمن. يعني هاد السيد هذا عنده عذر شرعي، يعني تف في هذه الاكذوبه ديال القانون 222 ينص انه الا لكان عذر شرعي، فهو عنده عذر شرعي. اي بورتون الجهل عندما يتكلم تيضرب ولا كيقتل ولا كيذبح ولا كياكل في الاكباد والقلوب، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه من جهه، من جهه اخرى يا اخوان نهضروا شويه على هذه القوانين. هذا شرعا لا يجوز التعدي على انسان لانه يفطر. ما كاينش نص في الكتب السنه الست اللي كيقول لك انه كاين عقوبه لواحد الكيس، كاين لواحد اللي كيفطر، كاين لكن كفارات، يعني كفاره، يعني اما صوم شهرين متتابعين او افطار 60 مسكين او افطار. هادشي اللي كاين، يعني هذا القانون، هذا القانون اللي عندنا في هذه البلاد، هذا راه ادحوقه، راه الناس كيضحكوا عليه، راه عيب. ما حنا ما بقيناش في القرن في عهد العثمانيين ولا الموياناج، صافي دابا حنا ثانيين على البن 18 عذرا ديال الحقوق الانسان، يعني سنينا على بون ولا كنعرفوا وين نسنيو. يعني هذه تتبين واحد التعارضات عندنا هنايا في التعارضات في الامور التشريعيه، يعني غريبه الامر. هذا هو انه يا عباد الله، شرعا قلنا لا يجوز، هذه من لا يجوز انك تمشي تدخلوا للحبس، ما كايناش. يعني هذه تبدلوا، تقدر تجي تقول لكم ارغومون حق هذا القانون خصو يتطبق. لا يا سيدي، القانون مصوب من البشر للبشر، ليس من لدن الله. فهمتي لابارتايد، لا لوا لابارتايد في افريك دي سود راه كانت حتى هي اون لوا، ما قانون، ولكن قانون فاشي ايوا كيتغير، يعني خص اعاده النظر. هذه رساله للناس اللي كيسهروا على هذه الامور، هذه فيقوا، الله يجازيكم بخير. هذه من جهه، من جهه اخرى يا عباد الله، وانه انت يا ملي كتجي تقول لي زعزعه العقيده، يعني ملي كتجي تقول لي زعزعه العقيده انه هذاك السيد اللي كيفطر يمشي ياكل في دارهم، ما شاء الله هذا السيد هذا اللي كيمشي ياكل في دارهم، يعني انت يا ملي صايم كتخرج كتشوف عندك صائم، عندك علاقه مع خالق السماوات والارض، ياك يعني العلاقه اللي عندك مع خالق السماوات والارض تزعزع برائحه او النظر الى الشيبس ولا قرعه الماء. الله يهدينا ويهدي الجميع، الله يهدينا ويهدي الجميع، وبلا ما تلعب لاكارت ديال الالحاد. انا لست بملحدا، انا مسلم والاسلام ينصر نفسه، انا الوح بالحق، هذا حق، لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، كلام الله هذا، ماشي كلام هكاك عن عبث. سي راه لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. وواحد القضيه على الحريه، باش نعرفوا بان الحريه اولى، مش أول، المهم أول حاجة خصها تكون هي الحرية، عاد كتجي إلا كانت الشريعة. يا عباد الله، هو أنه ملي كان آدم وحواء في الجنة، ياك قال لهم الله تعالى واحد الأمور وعصاوه، ياك عصاوه، دونك ما داروش داكشي اللي قال لهم، يعني عطاهم شنو؟ عطاهم الحرية وقال لهم سيأتيكم هدى، يعني يا دابا يجيكم أمور، ولكن الحرية حق. خلي الناس تعيش ترونكيل، كرهتيو الناس في الدين يا اخي، كرهتيو الناس في الدين يا اخي، لا حول ولا قوه الا بالله. الدين راه بودا قال لك واحد القضيه، قال لك الا كان الدين ديالك كيجعلك انك تمشي تكره الاخر، يبدل الدين، غير الدين. وكنقولها لك غير الدين يا اخي، وما تهضرش باسم الاسلام، وبلا ما تكبر الله اكبر، الله دير العنف والقتل وهذا الدول، الله لا حول ولا قوه الا بالله. لا، هذا راه دين محمدي، دين رحماوي، دين تسامح، سلام انتم طلقاء، يعني ماشي، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. كاين جوج نصوص واضحين، واش كاين شي اوضح من هذه ديال لا اكراه في الدين؟ لا اكراه في الدين يا اخي ويا اختي، لا اكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، عاوتاني لكم دينكم ولي دين. راه غريب هذا الامر. وانت شرعيا، يعني انت في مقاصد الشريعه هناك حفظ النفس، في المقاصد الشريعه الخمس هناك حفظ النفس يا اخي، انت باش تعدى عليه، راه هذه نظره اقصائيه للاخر، هذه نظره داعشيه، نظره شخصاريه للاخر،
يعني انا وهما من غيرهم هم من اهل النار من اهل خالدين مخلدين فيها وانا بوحدي عندي الحق نعيش. راه الله خلى الناس الذي لا يؤمنون به البتة كاع يرزقون ويتكاثرون ويعيشون ويأكلون ويرزقون. من انت؟ انت ليس بواصي. راه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش واصي. اش جي انت تبيرمي انك تكون واصي؟ لا حول ولا قوه. ما غاديش نكثر حتى الصديق ديالي راه دابا كيدير المهم يديروا له السوتور من دابا شويه ما خصني نمشي. غادي نكمل بواحد 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 الحديث قدسي. واحد الحديث قدسي واضح وضوح الشمس. حديث قدسي يعني حديث من عند الله للرسول صلى الله عليه وسلم، اما عن وحي يعني عن جبريل من طريق جبريل او الهاما او الهاما او 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 مناما او مناما. هذا حديث غوبورتي باغ ابي ذر، ابي ذر الصحابي الجليل ما شاء الله هذاك بعدا انسان عظيم. المهم ابي ذر كيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم في 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 فما فما يروي عن الله تعالى يقول يقول ان يا عبادي اني حرمت، هيا صافي كيجم صافي كيجم، اني حرمت الظلمه صافي صافي سلا سلا، اني حرمت الظلمه صافي، اني حرمت الظلمه على نفسي وجعلته بينكم محرما صافي. هذه رواه مسلم الى ما خنتنيش الذكر على اي صافي. هو صافي هو خالق السماوات والارض يا اخي، رحيم الرحمن الرحيم يا اخي يا اخي، لا تعتدوا ان الله يلعن بالمعتدين. وعاوتاني من جهه اخرى الناس اللي باغيين يفطروا هي ما تستفزوش الاخر، ما يعني ما ديروهاش كوم بروفوكاسيون. راه عارف كومون سا سا مارش ان بو يعني ان كلكو سو فوز اكزيستي بار لو فيت كو جو سوي كونتر لوتر تانت. يفو ديباسي هادشي، انا هادشي اللي باغي نقول لكم ها باش نقول نجيكم من التالي. يفو ديباسي هاد لي كونتينجونس هادو بيرسونيل دو ريلاسيون افيك لو كرياتور. Il faut parler des réels problèmes. On a des forces vives dans le blad. On a des forces vives. On a les mouminins ou les mouhidins ou les qui aiment les qui aiment les mouhidins ou les mouhidins. Ou comme on s'attend. Un discours de sourd, allergique. Allergique. Alors qu'on a des réels problèmes dans le blad. Parlons des réels problèmes. Parlons de l'indigence intellectuelle. Parlons de l'éducation. Parlons de la santé. Hein? Parlons des vrais problèmes de la vie mouchamad. والعلاقه ديال الاله مع راه كل واحد ياخذ المسؤوليه ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله.